بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم احنا راح نكمل على اللي هو الانتي فايرال ايجنتس. راح نبلش نحكي عن الموست امبورتنت ميكانيزمز على الانتي فايرال كومباوندز وعلى اي انزيمز او اي بيولوجيكال ماكرو مولكيولز بتشتغل هاي المركبات. طيب زي ما حكينا في المحاضرة الماضية إنه علاج الفيرال إنفكشن it's difficult, so the virus is considered a hard target because the virus is multiplying inside the host cell, so it will protect itself from the immune system. يعني كأنه بتخبى جوا الخلية الحيوانية. وفي عنا الفيروس مشكلته إنه ما في كثير targets داخله, يعني ما في عندي عدد كبير من الانزيمز والريسبتر زي ما شفنا بالانتي باكتيريال ايجنتس. فلهذا السبب انه راح اواجه صعوبه بالقضاء على الفايرال انفكشن. اوكي طيب زي ما حكينا انه اوائل المركبات زي الايدوكسيوريدين والفيدوربين وهؤلاء الامنتادين طبعا كانت تستخدم against the herpes والانفلونزا فيروس. طيب هسا الفيرال بروتينز هي تعتبر الموست امبورتنت بوسيبل تارجتس فور انتي فيرال دراجز. اول شيء الفيرال بروتين, طبعا لما نحكي عن فيرال بروتين بحكي عن ايش مينلي؟ مين بيعرف؟ جلايكوبروتين ممكن, بس يعني مش يعني اذا انا منعت تصنيع الفيرال بروتين او الجلايكوبروتين ممكن انا امنع اللي هي الادهيجن اوف الفيرال سيل للخليه. بس اللي اهم من هيك اللي هم الانزيمز. اوكي لما نحكي عن فيرال بروتين نحكي عن انزيمز زي ما شفنا مثلا بالدي ان اي فيروس في عندي انزيم اسمه دي ان اي بوليمريز انزيم, بينما بالار ان اي في عندي ار ان اي اللي هو الريفيرس ترانسكريبتيز بالاضافه الى الفيرال بروتييز انزيم. طيب فاذا شو بهمني انا او ليش الفيرال بروتين تعتبر بوسيبل تارجت فور انتي فيرال؟ اول شيء ات از اسينشال فور ذا لايف سايكل. اوكي نقطة ثانية السيميلاريتي بتوين ذا فايرال بروتين اند ذا هيومن بروتين قليلة, فإذا أنا ممكن أحصل على إيش؟ سيلكتيف أنتي فايرال دراجز زي ما راح نشوف مثلا بالأسايكلوفير بعد شوية. كمان نقطة مهمة إنه they are common among different types of viral cell. شو يعني؟ شو معنى هاي النقطة؟ common يعني مثلا بالهيربس بلاقي هذا الانزيم وبالديرماتوفايتس بلاقي هذا الانزيم. فاذا انا ممكن احصل على ايش؟ broad spectrum antiviral drugs كوني اعمل مثلا targeting for example البروتيase enzyme means I will affect both dermatophytes and, for example, yeast. إذا بحصل على broad spectrum antiviral compound. Okay. وطبعاً هم مهمين زي ما حكينا بال proliferation and replication of the viral genome. فإذا ممكن أنا إذا عملت لهم targeting أقلل انتشار الفيرال infection. اوكي فلهي الاسباب اللي راح نركز عليه احنا اللي هي الفايرال بروتينز والانزيمز اللي مهمه في الريبليكيشن as well as البروسيسنج اوف اللي هي الفايرال بروتين. تمام معي شباب انتو؟ معك دكتور. طيب هسا نبلش بالأدوية اللي بتشتغل على DNA viruses. طبعاً DNA virus أشهرهم اللي هم أو اللي هم الهيربس virus زي ما حكينا في الهيربس سيمبلكس والهيربس زوستر
يمكن أشهر هاي اللي هي اللي بتعمل الكولد سور أو اللي هو النفطة البرد. وفي عنا الفاجينال هيربس انفكشن اللي هي ممكن تكون سيكتشوالي ترانسميتد انفكشن. خلينا نشوف أشهر التارجتس على الدي ان اي فيروس. طبعا أشهرهم على الإطلاق اللي هو الدي ان اي بوليماريز انزيم. اوكي، وهذا الإشي اللي راح نحكي عنه فقط. في عنا other drugs targeting tubulin polymerization ما راح نحكي عنها. وفي عنا مركبات نسميها الانتيسنس ثيرابي اللي لها علاقة كمان ب اللي هم السيجنالينج تبعت الدي ان اي، كمان هاي ما راح نحكي عنها. فمين اللي راح نركز فقط على اشهر هاي المركبات واللي هي targeting الدي ان اي بوليماريز انزيم. طبعا من اسمها دي ان اي بوليماريز، شو هذا الانزيم بيشتغل؟ مين بعرف؟ تصنيع الدي ان اي. شو هو تصنيع الدي ان اي؟ بالضبط تصنيع الدي ان اي. يعني مثلا عندي هنا سنجل ستراند دي ان اي، كيف بتكون عندي الدوتر دي ان اي؟ نعرف عندي نيوكليوتايد بتبلش تتصنع او زي خياطه هيك بتشكل لي الدوتر دي ان اي. فالانزيم المهم بهاي العمليه اللي هو الدي ان اي بوليماريز. طيب شو بتتوقعوا الناتشرال سبستريت فور ذا دي ان اي بوليماريز؟ يعني هون اللي راح تدخل جوا الدي ان اي بوليماريز ويصير بيناتهم روابط عشان يكونوا لي الدي ان اي ستراند، شو راح تكون؟ امينو اسيد. امينو اسيد. مالكم مش مصحصحين اليوم، مش مفطرين؟ لا دكتور زكام ولا صايمين؟ انا صايم. ما شاء الله، والله انا ما صمت لسه، يمكن الاسبوع الجاي ابلش. طيب دي ان اي من شو بتكون؟ امينو اسيد. مين حكى؟ ما شاء الله عليكم. نيوكليوتايد. نيوكليوتايد، لو يسمعكم بس الدكتور يزن او الدكتور علاء بحكي على الفاضي كل دراستنا البايوكيمستري وبال نيوكليوتايد بالطبع دي ان اي نيوكليوتايد نوت امينو اسيد. طيب فاذا كونه الناتشرال سبستريت فور ذا دي ان اي بوليماريز از ذا نيوكليوتايد، اذا ديفينيتلي اور انهبيترز فور دي ان اي بوليماريز شو لازم يكونوا؟ نيوكليوتايد لايك، وهذا الشيء راح نشرحه بعد شوي. طيب اذا النيوكليوتايد تراي بيبتايد او تراي سوري تراي فوسفيت ات از ذا ناتشرال بيلدينج بلوك للدي ان اي ريبليكيشن. اوكي، فعشان دواي يعمل انهيبيشن للدي ان اي بوليميريز انزيم ات ماست مايمك ذا ستراكشر اوف ذا نيوكليوتايد كومباوند. هسا اشهر مركب الاسايكلوفير، طبعا الاسايكلوفير هاي الاستراكشر تبعه شايفينه. نتذكر مع بعض شو النيوكليوتايد، زي مثلا اللي هو الجي، الجي اللي هو الجوانوسين اكيد سمعتوا فيه او الجوانيدين. الجوانوسين هو عباره عن نيتروجين بيس شوغر وشو كمان فوسفيت، فوسفيت او تراي فوسفيت. فهذا نسميه ديوكسي إجوانوسين تراي فوسفيت. هذا هو الناتشرال سبستريت فور ذا دي ان اي بوليماريز اللي راح يدخل لي جي جوا الدي ان اي ستراند. واضح؟ عشان المركب يرتبط بالدي ان اي بوليماريز بدل هذا المركب لازم كمان يكون a little bit similar to its structure. فالنيتروجين بيس موجوده بالاسايكلوفير. شو اسمه التجاري الاسايكلوفير؟ مين بعرف شو اسمه التجاري؟ الزوفيراكس. سمعت في الزوفيراكس؟ anyway
زوفيراكس، في عندنا كمان إيمافير، يعني هيرباذير، كل هاي مركبات موجودة بأسواقنا وتستخدم من أكثر الأنتي فايرال إيجنتس استخداماً، تستخدم بالكولد سور اللي هي نفطة البرد، تستخدم بالحزام الناري، قاعد بتذكر بس اسمه الهيانس هيرنيا يمكن، anyway الحزام الناري يعتبر، في حدا شاف عمره الحزام ناري عند شخص من الأشخاص؟ شو مالكو دكتور؟ بنعرف شكله بس ما شفناه على الواقع. طيب، فالحزام الناري كمان يعتبر هيربس انفكشن أو دي ان اي فيرال انفكشن، فكمان كثير يستخدم فيه الاسايكلوفير. الاسايكلوفير موجود طبعا اورال، موجود توبيكال كريم، وموجود اس سسبنشن، يعني للاطفال كمان موجود، وهو من ضمن الادويه اللي سيف، فيري سيف انتي فايرال دراج، راح نحكي عن السيف تبعته بعد شويه. طيب الاسايكلوفير طلعوا شو مكتوب هنا، ات از نيوكليوسايد لايك، it's not a nucleotide. شو الفرق بين النيوكليوسايد والنيوكليوتايد؟ مين بعرف؟ النيوكليوسايد هو عبارة عن نيتروجين بيس وشوغر، يعني هذا الجزء بنسميه ايش؟ نيوكليوسايد. إذا نضاف عليه الفوسفيت بصير الهول ستركتشر شو؟ نيوكليوتايد. واضح الفرق؟ فالأسايكلوفير طبعا الأسايكلوفير هو انسولت فوسفيت، هاي الجروب الثلاثة هون في عندي OH، هذا هو الأسايكلوفير، فهو عبارة عن نيتروجين بيس plus sugar like. It's not sugar, complete sugar. شايفين؟ هو إذا أنا كملت هاي الرسمة هيك حطيت هنا OHs أو whatever، هنا بتكمل لشوغر، بس هو it has incomplete sugar. بس لأنه مش موجود عندي الفوسفيت groups بسميه nucleoside like structure. طيب هل الأسايكلوفير active in this form أو it must be activated؟ مين بقدر يجاوب على هذا السؤال؟ هل هو active؟ شو حكينا لازم يشبه؟ شباب لازم يشبه لنيوكليوتايد، اوكي؟ فاذا كونه it doesn't have the triphosphate it must be activated, it must be phosphorylated three times عشان يعطيني الاسايكلوفير triphosphate. فاذا سالتك what is the active form of acyclovir شو بتحكي لي؟ الأسايكلوفير ترايفوسفيت. بالضبط. طب شو الإنزيم اللي تتوقع بيعمل اكتيفيشن الأسايكلوفير؟ شو الإنزيم اللي بيضيف فوسفيت؟ فوسفيتيز. لا الفوسفيتيز بيكسر. كاينيز إنزيم. أوكي. طيب. هسا الأسايكلوفير ترايفوسفيت شو بيعمل؟ It will bind the DNA polymerase. It will compete with the natural nucleotide. فإذا راح يعمل inhibition للإنزيم. في عندي احتمال آخر كونه الأسايكلوفير في شبه كبير من نيوكليوتايد. طب شو اللي بمنع الأسايكلوفير يدخل هو جوا ال DNA strand؟
في شيء بمنعه؟ يعني راح يدخل بالغلط جوه الدي ان اي ستراند. بس الفكره وين؟ انه لما يدخل جوه الدي ان اي ستراند راح يعمل قطع بالدي ان اي. يعني لما يدخل تخيلوا هنا الجي وهنا الاي الادينوسين هون الجوانوسين هون اجى دخل مين؟ الاسايكلوفير. هل راح يتكمل عمليه دي ان اي بوليمرايزيشن؟ لا لا. ليش؟ لانه الاسايكلوفير ما في هاي الاو اتش. This is the essential OH for complete the polymerization of the DNA strand. كونه هنا ما في عندي OH, إذن it will terminate, زي ما أنا كاتب هون, it will terminate the DNA growth. واضحة هاي النقطة؟ طيب, خلينا نكمل على الأسايكلوفير activation. إذن حكينا الأسايكلوفير it is a pro drug. هاي الأسايكلوفير it's a pro drug. شو اللي بيصير بالاكتيفيشن؟ طلعوا كيف. أول خطوة أو أول فوسفيت جروب بتنضاف, تنضاف عن طريق مين؟ ركزوا معي, الفيرال ثايميدين كاينيز. أوكي, فيرال ثايميدين كاينيز. يعني الأسايكلوفير أول خطوة ما بتصير عن طريق الماميليان ثايميدين كاينيز, بتصير عن طريق الفيرال ثايميدين كاينيز. طيب لو افترضنا إنه الأسايكلوفير دخل جوا النورمال سيل, دخل جوا نورمال سيل not infected سيل, هل راح يصير له activation؟ لا دكتور. لا. طيب إذن هل راح يأثر على الـ DNA polymerase تبع الـ human cell؟ كمان لا. فإذن هاي أول نقطة من النقاط اللي خلت الـ acyclovir selective on the infected cell. Okay? Because the first step in the activation it is catalyzed by the viral thymidine kinase rather than the cellular thymidine kinase. واضحة هاي النقطة شباب, مفهومة؟ طبعا بعد ما تنضاف أول فوسفيت جروب بيجي دور السيليولر thymidine kinase ليضيف ال additional 2 phosphate وبعطيني ال active form of ال acyclovir. واضح؟ واضحة دكتور. بالضبط. طيب هسا النقطة الثانية بالسيلكتيفيتي إنه الأبتيك of acyclovir by the infected cell أعلى بكثير منه بالنورمال سيل. يعني دخوله جوا الانفكتد سيل أسرع وبكميات أكبر من النورمال سيل. مفهومة هاي؟ والسبب بالسيلكتيفيتي انه حتى لو يعني مثلا ممكن واحد يحكي طيب شو اللي بمنع الاسايكلوفير التراي فوسفيت مش هو هسه اتكون جوا الانفكتد سيل؟ صح ولا غلط شباب؟ تمام دكتور. شو اللي بمنعه انه لما تتكسر هاي الخليه جزء منه يطلع برا ويدخل جوا مين؟ النورمال سيل. شو اللي راح يمنعه؟ ممكن واحد يحكي لي اللي بيمنعه البولاريتي, انه هذا المركب هايلي بولر فاذا راح يواجه مشكله بالدخول. احنا بنحكي حتى لو دخل, طلعوا حتى لو دخل هذا الكومباوند 50 مرة مور سيلكتيف على الفيرال دي ان اي بوليمريز ذان ذا هيومن دي ان اي بوليمريز. ف
فإذا هذا سبب ثالث بيخلي الأسايتلوفير highly selective on the infected compared to the normal cell. واضحة آخر نقطة شباب؟ دكتور؟ أيوة. لما نحكي يعني أسايكلوفير بشكل عام نقصد نحن أسايكلوفير ترايفوسفير. آه طبعاً، إذا أنا بحكي لكم عن السيلكتيفيتي أوف أسايكلوفير طبعاً ضمنياً بدك تحكي إنه يعني آه والله بعد مصير له أكتيفيشن. أوكي؟ أوكي. فالأسايكلوفير إذا أنا بحكي why it is selective بدك تحكي لي عن ثلاث نقاط هذولا. طبعا اذا انا بدي اكون دقيق واحكي لك الاسايكلوفير ترايفوسفيت ليش بدي يكون سيلكتيف على الانفكتد سيل مور ذان ذا نورمال سيل، بدك تحكي لي عن ايش؟ عن هاي النقطه الاخيره، انه انا ما بحكي عن الاكتيفيشن لانه اوريدي ان ذا اكتيف فورم، صح ولا غلط؟ هاي نقطة يعني كويس اللي سألتينا، يعني ممكن هاي تيجي مثلا زي سؤال شوي هيك يعني في تريكي، إنه الأسايكلوفير ترايفوسفيت why it is selective على الانفكتد سيل more than the normal cell. ما بدي حدا يجي يحكي لي آه والله because it will be activated more in the infected cell. ما هو ترايفوسفيت already in the active form. مفهوم شباب؟ فبدك تحكي لي إنه الأسايكلوفير ترايفوسفيت is 50 times more selective أو it will bind على الفيرال DNA polymerase أكثر بكثير من النورمال DNA polymerase أو الهيومن DNA polymerase. طيب دكتور. أيوة. ليش الأسايكلوفير العادي اللي إحنا بأول نقطة بحكوا selective أسايكلوفير هم قصدهم الأسايكلوفير ترايفوسفيت ولا الأسايكلوفير إنه قبل ما يصير له اكتيفيشن 100 مرة على الانفكتيف سيل أكثر من النورمال سيل؟ آه هاي اللي هي اللي يعني الاكتيفيشن، احنا شو بدنا نحكي؟ اكتيفيشن أوف أسايكلوفير. أوكي. أسايكلوفير احنا بشكل عام حتى مش 100 مرة، يعني هي mainly only it will be activated in the infected cell. It will be only فهاي انسوها الكلمة 100 مرة. It will be only activated in the infected cell. Okay؟ تمام تمام. يعني ما راح يصير له activation بالnormal cell. صح تمام دكتور. تمام. طيب. هسا بعد ما حكينا إنه الأسايكلوفير بصير له activation بالinfected مش بالnormal، بصراحة لاحظنا نقاط مهمة، إنه في بعض الحالات من الفيرال إنفكشن ما بتستجيب للأسايكلوفير. طب ليش؟ ممكن إنه هذا الأسايكلوفير ما بصير له أكتيفيشن جوا هذا النوع من الفيرال سيل، صح ولا غلط؟ ممكن واحد يحكي لي ليش؟ إنه this enzyme, the thymidine kinase enzyme, it's not available. مش موجود جوا هذا النوع من الهيربس فيروس. اوكي؟ إذن the viral thymidine kinase, it's not there. viral thymidine kinase يا إما مش موجود أصلاً، وفعلاً في عنا viral cells they don't have the viral thymidine kinase. يعني هذا الإشي بنسميه mutation أدى للجين deletion. يعني الجين كودينج فور ذا فايرال ثايميدين كينيز از نوت ذير، ات از ابسنت، مش موجود، ولهذا السبب بطلت هاي الفيروسة تصنع الثايميدين كينيز. فهل راح يصير اكتيفيشن للسايكلوفير؟ ما راح يصير له اكتيفيشن، واضح؟ وفي عندنا الانذر تايب اوف ريزيستنت ميكانيزم، انه الفايرال دي ان اي بوليمريز صار له ميوتيشن.
فإذا it will not recognize the activated drug. Okay. طيب طبعا في كتب تحكي انه الاساكريفير اكتف اجينست الالفا سب فاميلي من الهيربس مش البيتا سب فاميلي، لانه الالفا سب فاميلي هم اللي بيصنعوا الثايميدين كاينيز وما في اي مشاكل بهاي النوع من الفيرال دي ان اي بوليمريز، بينما هنا في عندي ديفرنت ثايميدين كاينيز انزيم ميوتيتد ثايميدين كاينيز، سو ات ويل نوت بي اكت او ات ويل نوت اكت ويل نوت اكتيفيت ذا اسايكلوفير. واضح؟ طيب خلينا نستبق الشرح. لو انا حكيت لك انه فعلا الثايميدين كاينيز انزيم بهذا النوع من الفيروس it is mutated او it's not there، طب شو الحل؟ كيف انا ممكن اصنع اسايكلوفير يكون قادر انه يؤثر على هذا النوع من الريزيستنت فيروس؟ مين بعرف؟ دكتور دخله هو معمول الفوسفوتيجيشن يعني من برا؟ بالضبط. اعطيه بس على اي شكل؟ اسايكلوفير مونو فوسفوتيز بهذا الشكل. ماشي، انت يا فيروس مثلا ما عندك هذا الانزيم، ما في مشكله، بدي اصنع هذا المركب واعطيه للفيروس. هسه هذا المركب هل بده فيرال ثايميدين كاينيز؟ هل بده هذا الانزيم؟ لا دكتور. شو بده؟ سيليولار ثايميدين كاينيز. واضح؟ سو it will be activated. بس وين المشكلة؟ مين بعرف؟ بالابزوربشن. يعني ممكن هاي المشكلة أتوقعها بس هو يعني افترضوها مش مشكلة، دخل جوا الفيرال وفعلا هاي النوع من المركبات كان ما في مشكلة باختراقها جوا الانفكتد سيل. بس وين المشكلة؟ بالمونوفوسفيت ديريفاتيفز. مين بعرف؟ دكتور يمكن يكون على النورمال سيل كمان. بالضبط يعني اشتغل. بالضبط. إذن they will not be effective على النورمال سيل. Sorry, they will be also effective على النورمال سيل as well. تمام؟ فلهذا السبب هاي المركبات they are more toxic than acyclovir itself. وراح نشوف مثال بعد شوي. طبعا في عندنا مشكلة بالأسايكلوفير اللي هي امتصاصه من الجي آي تي قليل، فعشان هيك طلعوا شو عملنا منه، عملنا مركب اسمه الفالاسايكلوفير. طبعا الفالاسايكلوفير جديد نزل على أسواقنا الأردنية اللي هو الفالتريكس، ما بعرف إذا حدا سمع فيه الفالتريكس اسمه التجاري. طبعا شو ضفنا على المركب من اسمه؟ طلعوا شو ضفنا عليه؟ شيني فال فالين أمينو أسيد. لما ضفت عليه فالين أمينو أسيد صار امتصاصه عن طريق الانتستينال أوليغوبيبتايد ترانسبورتر، فامتصاصه صار أحسن عن طريق الأكتيف ترانسبورتيشن. تمام هيك؟ فإذا الهدف إذا سألتك من تصنيع الفالاسايكلوفير it is to improve the oral absorption by active transportation. فأنا ضفت الفالين عشان تشتغل as a carrier لتحمل مركبي وتدخله داخل الجسم. اوكي؟ فالأسايكلوفير موجود oral والفالاسايكلوفير كمان موجود oral. ما في إشكالية. بس مين اللي امتصاصه أحسن؟ فال أسايكلوفير. فال أسايكلوفير.
طب ممكن واحد يحكي طب اذا الاسايكلوبين امتصاصه بطيء او قليل طب ليش موجود اورال؟ كيف انا ممكن اتجنب او يعني تو اوفر كم اللي هي لو اورال افيليبيليتي؟ انسوا تصنيع هذا المركب الاسايكلوبين نفسه. كريم عمل كريم؟ لا انا بحكي اورال. موجود اورال الاسايكلوبين موجود اورال. طب ليش موجود اورال مع انه امتصاصه قليل؟ اذا عاده شو بنعطي احنا؟ جرعه اعلى، جرعه اعلى من الاسايكلوفير. وفعلا اللي موجود بالحبه هو مش كله راح يصير له امتصاص، فهي اوريدي محسوبه بالجرعه اللي انا بعطيها للمريض. بس انا ما بخاف من زياده الجرعه تبعت الاسايكلوفير، لانه شو حكينا؟ الاسايكلوفير selective. It is highly selective. تمام؟ طيب. هاي مركبات كمان من البدائل تبعت الأسايكلوفير زي الدي الديس سايكلوفير. طبعا هنا ما في عندي كاربونيل جروب هون. طبعا هذا المركب it's more water soluble than الأسايكلوفير. طبعا شافوا انه it is more toxic than الأسايكلوفير. طبعا ما تركزوا كثير. اي شيء انا مش كاتب عنه السبب ما في داعي نرجع نحكيه، بس هذا المركب ميزته انه كمان حتى لما يصير له امتصاص بترجع هاي السي دبل بوند او، اوكي، عن طريق انزيم اسمه الزانفين اوكسيديز بيرجع بيعمل لي دبل بوند او، فبرجع مركبي بيشبه الاسايكلوفير. في عندنا كمان الجن سايكلوفير، اوكي، والبرودكت تبعه الفال جن سايكلوفير. كمان كل هاي المركبات، هل هاي المركبات برودرج ولا اكتيف ان ذس فورم؟ شو شباب؟ اكتيف ولا برودرج؟ ستيل ذي ار برودرج، اوكي، لانه لازم يصير عليهم تراي فوسفيت عشان يمنعوا الدي ان اي بوليمريز. طب اذا قارنا بين الاسايكلوفير والجان سايكلوفير، طبعا طلعوا الجان سايكلوفير شو فيه؟ في اكسترا او اتش جروب. هسه مين اللي اقرب شكلا من النيوكليوتايد، الاسايكلوفير ولا الجان سايكلوفير؟ جان. الجان سايكلوفير. في عندي نقطة مهمة، إنه كل ما صار مركبك يشبه للنيوكليوتايد أكثر، شو بتتوقعوا تصير السيلكتيفيتي على الدي إن إيه بوليماريز؟ أكبر ولا أقل بين الفيرال وال ماميليان؟ أقل. شباب أقل بالضبط. فإذا كل ما زادت الشبه مع النيوكليوتايد بتقل السيلكتيفيتي اللي كنا نحكيها قبل شويه، اللي هي انه الاسايكلوفير ترايفوسفيت 50 مره مور سيلكتيف على الفايرال دي ان اي بوليماريز. هون قاعده بتقل، فقاعده بتقل فرصه او بتزيد فرصه التوكسيسيتي. فاحيانا انت بتعمل موديفيكيشن عشان تحسن الافينيتي بس بتدخل بمشكله السيلكتيفيتي. تمام. طبعا في عندنا كمان البنسيكلوفير والفامسيكلوفير. طبعا البنسيكلوفير والفامسيكلوفير عملناهم على شكل استر. طلعوا هون الفامسيكلوفير شو عملنا؟ استر جروب من الجان سيكلوفير. هذا هو الجان سيكلوفير او البنسيكلوفير. طبعا شو الهدف تتوقعوا ان عملنا الاو اتش جروبز على شكل استر؟ مين عنده معلومه تعلمناها بالميديسينال 1؟ absorption. بالضبط، to improve the oral absorption. يعني أنا لما أعمل المركب اللايبوفيليك امتصاصه راح يكون كويس. أول ما يوصل على الدم بصير له استريز هيدروليسيس، بعطيني هذا المركب. هل هذا المركب active ولا inactive؟ inactive. inactive. طلعوا شو بصير له؟ تنضاف عندي double bond O. هذا طبعا الجان سيكلوفير.
اوكي بعدين بتحول للبان سيكلوفير. هل بان سيكلوفير اكتف ولا برودراج؟ برودراج. يعني انا ممكن اجيب لك هاي الرسمه في الامتحان واحكي لك البان سيكلوفير اكتف ترو اور فولس. فولس. طيب البان سيكلوفير بالفايرال ثايميدين كاينيز ممكن ايش يكون شايل الفايرال ثايميدين كاينيز واقول لك انزيم اي شو هو؟ شو راح يكون الفيرال ثايميدين كاينيز؟ هسه المونوفوسفيت هذا المركب هل هو اكتف ولا برودراج؟ برودراج. It is a برودراج. نفس الفكره. شو لازم يتحول؟ ترايفوسفيت. فتخيل كم سؤال ممكن يجي على هاي الرسمه فقط. يعني ممكن انا احط لك 8 9 اسئله على هاي الرسمه. فنركز شباب. يعني اذا انا كنت فاهم الكونسبت بعرف كل الأسئلة اللي ممكن تترتب على هذا السكيم. واضح ولا نعيده؟ واضح. طيب طبعا شباب هو ضايل يمكن دقيقة ونص على الزوم راح أرجع أفتحه كمان مرة. أوكي أرجع أفتح نفس الزوم لينك فبترجعوا تفتحوه عشان ندخل كمان مرة على المحاضرة. خلينا نكمل لبين ما يفصل. نيجي على مركب السيدوفوفير. طبعا السيدوفوفير ركزوا معي هسا شو تحول. طبعا السيدوفوفير بيشبه الاسايكلوفير بس شو بيحتوي؟ النيتروجين بيس البيورين ولا البايريميدين؟ شو هاي الرينج؟ نرجع هون. شو هاي الرينج؟ شباب بيورين رينج وهاي الرينج بايريميدين رينج. خليني شباب أسكر وأعطي وقت بس للمحاضرة تتسيف لأنه إذا دخلنا على محاضرة بعديها يمكن ما تتسيف هاي المحاضرة. واستنوني أو دقيقة دقيقتين بعدين نرجع ندخل. أوكي يعطيكم العافية.